شغلتي طيب. هاي ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا عندنا فيديو جديد اول مره نعمله. هزروا فزروا. هنعمل ايه؟ هنعمل تحدي. دوت نوع شيبس بيتباع في امريكا اسمه باكي. دوت المفروض هو اشط نوع شيبس موجود وشفت التحديات بتاعته قبل كده كتير. فانا قلت نجرب احنا بقى احنا الثلاثه هنعمل تحدي. عاوز ايه؟ عاوز نفسك؟ ومن ورا مبين لكم هو شط قد ايه. هو اشط حاجه ليلى صعب. هو اشط حاجه اوكي. انا زي عداد كده عداد الشطه. فاحنا هنشوف مين اكتر واحد يقدر ياكل حبه منه. ليلى انزلي يا ليلى وشوف الصور دلوقتي. انت هتبداي اول واحده. انا الاول. انت بتغشي. ايوه هي عايزه تغش. يلا شكله خد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت اخر واحده يعني. ما شاء الله. No, these are really spicy, Layla. It's really spicy, Layla. ده شط حاجة في العالم؟ لساني ولع نار. ده تهريج بالنسبة لي. مش قادرة. قادرة ايه؟ والله في ريحة الشطة. الرياكشن بتاعها هيخليني مش قادرة. هو أشط شطة في العالم لأي حد غيري. جاتلها هي بتعمل ايه؟ ما جيتش اخترت الجبنة. بجيب أي حاجة من اللبن بتاع بكرتك. خليني على قدي بس كده. هي كانت نص واحدة. خد يا محمد. لا لا شكرا. بالله انا وشيفا دخلت كام واحدة؟ انا دخلت اربعة ولا حاجة. انا دخلت بتاعتي وبتاعتها بيك بتاعتها اتنين. كلي كلي. انا داخلة في التالتة. مولع نار وخلى ودني. ما ينفعش الحاجات دي. ودني وسناني وشفايفي. انا كسبانة ولا ايه؟ بس انت بتاكل كام واحده؟ غير خمسه اهي. كان بتشيلك انا منظر الجيم. لا لا اسمع. اوكي سيت داون. موف يور هاند. المشمله الناس اللي انا بشوفها بيفضلوا يصوتوا من اول واحده. هتلاقي عاملين زيي ما بياكلوش الشطه. انا كنت زمان باكل الشطه وكل حاجه. فجاه ودني بقت توجعني ولساني. انا ساعتها ما بقتش اقدر اكل الحاجه اللي فيها شطه. ده انا فكرتها ايه بقى؟ يا بنتي يعملوهم مولع نار الناس ما تقدرش تاكل. انا خمسه. في ناس مش قادره زيي كده. والله ما قادره. بس يا ليلى ليلى اقعدي تعالي اقعدي على رجلنا انا يا عيال عشان عامله التحدي. تعالي عشان نشوف مين الشاطر امك ولا ابوكي. سته. انا ابتديت احس بشويه شطه في بقي. ابتديت انت؟ لا لسه؟ لا انا اكلت كنت مطفوطة اسكتي ما بتكسبيني طبعا. تفضحيناش. شكله هيبقى الغدا بتاعنا هو ولا العشاء بتاعنا. لما نتعشى نحط جنب العشاء. ديك خليتينا ما بقاش لحدي. خليتينا نكح. صبر ريحته ما فيهوش شط لما انا شميته.
عامل زي ما تكون في حاجات لما بتشميها لو فيها شطه بيبقى ليها ريحه. المفروض ان هو معمول بنوع فلفل اسمه جوست بيبر، فلفل النوع الاحمر. احمر كمان فلفل هو ده شطه عادي. الجوست اسمه بالانجليزي بالعربي ماذا؟ جوست. جوست بتاع هالوين. جوست الشبح. عفريت او الشبح. فلفل الشبح. احنا اللي اشباح. مش جنب لابس ابيض. افتكر التحدي ده كان فكرة فاشلة قوي. محتاجين ناس بتشرب بجد. لا انا عرفت اخلص الكيس، يعني الكيس انا بيخلص. نعم. روح هاتي بتاعتي والبسيك. هاتيها وانا البسها لك. روح. افتكر ده 10 مش فاكرة بصراحة. دي 8؟ واكل 8؟ دي مش 8 دي 9. فين الشهر؟ عشان هي عايزة تلبس. في واحدة كده، احنا ممكن نرجع الفيديو من الأول ونشوف. دي 9. تعالي. 9، احنا كسبانين في الآخر أصلاً، فرقت إيه؟ لا أنت عايزين نشوف مين اللي كسبان، أنت ولا هو؟ مش يمكن الجزء يخلص قبل احنا من شطشط. يلا تعالي، ما أنتوا شكلكوا ما شاء الله يعني متعودين على الشطة فعشان كده مش حاسين بيها. كنت أكيد نزلت تاكل بشطة. الطعمية ما انا عملت الجديدة تبعهم؟ لا. ما انا عملت الطعمية المرة اللي فاتت وقلت لك فيها شطة، قلت لي ما فيهاش أي حاجة، قلت لك كده؟ بس شكله كده محتاج مية. هاي. قلت لي ما فيهاش أي حاجة. وأنا برضه ما قدرتش منها، وأنا اللي عاملاها. أنت عشان تاكلي أكل ما فيهوش شطة بتبقى مش شطة. ما هو أنا بقول لك من ساعة ما لساني وجعني وودني وأنا ما بقتش أقدر آكل أي حاجة فيها شطة. أنت عارفة كده. 11. والله انا بقيت اكل من غير ما اعد تقريبا. دي 12 ولا حاجه. ده لازم تنصب اهو. انصب الناس تقطع. وبعدين بيشوفوا ما بيبقوا عمالين يوحوحوا ويتنططوا على اللي هو اللي مش ده اللي هو اللي هي النودلز دي بتاع كوريا. دي مش شطه. ممكن نعملها المره الجايه. بلاقيهم يتنططوا ويتعفرطوا معاهم ميه ومعاهم معرفش ايه. لكن يعني لو في تحديات تانية فيها شطة انا عندي فكرة بتاعت ال بس انا ماليش دعوة الاندومي الكوري. انا ماليش دعوة. ده انا اخسر فيها دي. ممكن ما تلاقيهاش شط. لا احنا جربناها قبل كده. سادي ممكن نجربها تاني. 14. في مرة انا بجابه محمد وقالي ما قدرتش ياكل. محمد اخوك نصابة والستين مع بعض. انتوا صغيرين. انتوا نصابة. صح احنا عاملين الفيديو دوت يعني زي هاجر كانت عاوزة يعني ايه تضحكوا عليا. ولما انا صوت واتنطط. فعاملين مش عاملين يعني تحدي عشان محدش يقول لك قاعدين ياكلوا ولا كده. لا احنا ده حاجات بسيطه. دي شيبسي ومش عاملين ولا فراخ ولا بط ولا حاجات زي كده. محدش يتكلم ولا يقول لك ليه ومش ليه. جوجل اديها واحد من الشيبسي بتاعها دي. من غير شطه. انا جعان بقى بصراحه. جبانه كسبانه. كسبانه هي. مفيش حد كسبان وانا اللي خسرانه. مش عايزين نعرف مين كسبان. انا اللي خسرانه مفيش حد كسبان. انتوا الاثنين زي بعض. هي مش شرب ميه ودخل على الحمام ولا دخل يشغل لا دخل يشغل التكييف عشان الدنيا بقت حر عنده من كتر الشطه. انا اللي كسبت في الاخر. احنا وريني كده في ربع الكيس فضلان فاضل اهو. اوريكي تشيز الشيبس. بصي صوابعي انا شطه زي ناكله على قد توريني يا ليلى الكيس. تعالوا اسمعي هو جميل ده الكيس بتاع ليلى. خدي لو انت كده مش هتطلع في التحدي. خلصنا التحدي. انا هقعد اكل لوحدي اصلا اهو. انا كسبانه بس باكل.
كسبت ايه بقى؟ ايه؟ كسبت ايه بقى؟ تلاتي معنا في القناة. انا بطلع على طول. هتبوني انا لوحدي. خدي انا خلاص كده مش هفضل اكل لوحدي طالما هما هيسيبوني كده. انتوا قولوا في الكومنتات مين مين اللي كسب انتي وهو. انا كسبت عشان كده انا قاعده في النص عشان عارفه ان انا هكسب. ممكن اكمل برضه عادي. نقطه فور. اوكي اللي خسر انا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناه وقولوا لنا الوقت التحديات التانية عشان انا اللي هكسب فيهم كلهم. ونشوفكم في التحدي الجاي. باي باي.